السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر هذا إن شاء الله حناخذ خطوة بخطوة تطبيقنا للمثال اللي تعرفنا عليه اللي هي handwriting number recognition. بين إيدينا الآن المثال العملي. إحنا عندنا البروبلم اللي إحنا نعالجها اللي هي classify gray image of handwriting digits, عبارة عن صور 28×28 مقسم إلى 10 كاتيجوري من 0 وحتى 10. داتا الست اللي هنتعامل معها تسمى من ست, تحتوي على 60,000 training image و 10,000 test image, وهي سامبل من الداتا اللي في داخلها, مجموعة من الصور. كل صورة رقم محدد, الصورة الأولى للرقم 0, الصورة الثانية للرقم 2, الصورة الثالثة للرقم 4, الصورة الرابعة للرقم 3. مطلوب مني نعمل classification للصور اللي بين إيدينا. نبدأ بأول جملة. نعمل أول شيء from Keras dataset import من ست. هناخد هاي أول جملة نطبقها. هنستخدم الفيجوال كود لهذا الأمر. تمام, ننفذ الأمر خطوة بخطوة. شوف إذا في عنا طريقة نعمل زوم إن وزوم أوت. شوف مع بعض Visual Studio Studio Code Zoom. شوف إذا في عندي Zooming Tools. كنترول بلس وماينس, كنترول تمام. الخطوة الأولى اللي بدنا إياها نعمل لودينج للداتا. نكتب جملة ملاحظات وبعدين ننفذ الكود اللي بين ايدينا. اسم الملف عشان نعمل تنفيذ بنفذ الامر التالي سيف بايثون, وبعدين اسم الملف tmis-lab1.py. تمام, أبيتيني إنه جرب بس نغير اسم الملف. ناخذ ملف تاني. أعتقد أن اسم الملف في مشكلة. فايل هاي نيو, نسمي مثلا لاب واحد. لاب 1 سيف. بايثون كوماند لاين تكتب التالي. بايثون لاب واحد دوت باي دوت باي.
مثال متكامل مرة واحدة، بعدين إيش ناخد تطبيق خطوة بخطوة، loading unset، بعدين نعرض الداتا، وبعدين كما نشوف نظرة على البيانات، نجرب نطبق الكود مرة واحدة في الأول، بعدين ناخد خطوة بخطوة. بايثون TMIS نوب واحد باي عمل لودينج وعمل تريننج. طلع النتيجة النهائية بعد عملية اللودينج والتريننج. هيك بتم التست اكيورسي 97.5. نطبق الآن الكود خطوة بخطوة عشان نفهمه. الخطوة اللي بعدها بدنا نشوف الداتا. نحفظ البيانات، نعمل لودينج، هنخزنها في الفيربلز اللي بين ايدينا، تريننج ايمج، تريننج ليبل، تيست ايمجز، تيست ليبلز، ننفذ الجملة من سيت دوت لود وبين قوسين، نحفظ الملف، نقوله بايثون نطبق لاب واحد دوت باي هنا اسم تريننج سيت مش كاتبينها. خلينا نطبق مرة ثانية. نعمل سيف. تمام. هاي بديني انه الداتا موجودة. نشوف الان جملة لودينج للداتا سيت اللي بين ايدينا. نفهم الكود الثاني، نطبق الكود اللي احنا المقصودين فيه اللي هي lab 1. بعد كده ننتقل إلى نشوف الداتا سيت الخاصة في التريننج داتا.
طيب خلينا نطبقها بلغة تانية. أنا شايف كتير اللون كتير أسود، ناخده من إشي تاني. لو قلنا التالي بدنا هندسة، فين ده؟ هنلعب بس هندي. ناخد براوزر تاني، أسهل علينا عملية الشغل. جوبيتر نوت بوك، هاي اللعب بين ايدينا. نعمل ملف جديد، نيو بايثون 3، نبدأ مع بعض من جديد. دقيقة ناخذ وصف الداتا اللي بين ايدينا، تمام. هيك الامور صارت اوضح معنا، بنسكر ما نعمل اللودينج للداتا سيت. اول شيء بنضيف تكست، خلينا نبدأ من جديد بالبراوزر الحالي أفضل. ناخد heading، هذا نضيف الكود اللازم. بعديك ناخذ نظرة على الداتا، heading، بعدين ناخذ الداتا نشوفها اللي بين ايدينا. الداتا اللي بين ايدينا زي ما شايفين على الشاشة، عبارة عن 6,000 60,000 صورة، 28 × 28. بعد هيك ننتقل نشوف الشيب تبعها، شوف
شوف الشيء تبع الداتا اللي بين ايدينا لننفذ الخطوة هذه، وبعدين نحولها الى هيدينج. شيب للداتا اللي بين ايدينا 10,000 صورة 28 ضرب 28. نشوف اللين الليبلز، لينز 10 لين الليبلز 10,000 ليبل في التست ليبل. هذا التست داتا تريننج داتا. دي كمان كود نكمل بالمرة. في عندي الشيب أخذناه، بعدين ناخذ اللين للتريننج داتا. ستة آلاف، بعدين نضيف نشوف كيف شكل الترين داتا. زي ما شايفين عبارة عن أري تحتوي على الأرقام اللي احنا شايفينها مع بعض. بعدين انتقلنا إلى تيست داتا. الداتا اللي بين ايدينا 7 2 1. وهكذا بعدين هنبدأ في عملية بناء الاركيتكتشر الخاص بالنتورك. هاي الاركيتكتشر بنيناها وهيدينج. هاي الكود اللي بين ايدينا نفذه. هنا نفذنا الاركيتكتشر. نعمل كومباليشن الان الموديل. لاحظوا مع بعض احنا الكود اللي بدنا اياه اوبتمايزر ار ام اس بروب لوس كاتيجورال كروس وبعد الاكيرسي اللي بدنا اياه. الماتريكس هي عباره عن الاكيرسي. بعدين نجهز الداتا، نعمل ريشيبينج إلها. جمل الريشيب يغير شكلها ويجهز لعملية التريننج. الداتا الآن بين ايدينا جاهزة. جاهز الليبل الآن. آخر شيء
بعدين نعمل فتيج للموديل. بعدين ننتقل إلى فيتينج. نبدأ من الأول، ما في عندنا أي مشاكل. نبدأ وين في عندي مشكلة، هاي الخطأ أمامي واضح. نسينا هنا جملة الـ import statement. نعمل fitting للموديل، نبدأ في عملية fitting الآن. أو training الفعلي للموديل، هيك بكون خلصنا عملية تريننج. فاينل اكيورسي زي ما شايفين على الشاشة 98.87. والآن تيستينج للبرفورمانس. موديل بيرفورمانس زي ما شايفينه 97.8، والتست اكيورسي 97.8. وهيك تممنا عملية تريننج بشكل كامل. الآن راجع الكلام كله كتبنا مرة واحدة. خزنه. باسم TMIS لاب واحد، لاب واحد عشان اعمل اكسكيوت الكود مرة واحدة. اقول له اكسكيوت اول، هبدأ بالعمليات كلها مرة واحدة. كيروس الآن 97.8. الملاحظ أن التريننج كل مرة بيعطيني أكيوريسي مختلفة، وذلك بناء على نيشال ويت اللي أنا بمنحه للنتورك، واللي بيأثر بشكل كبير على الفاينل أوتبوت. نعيد الكلام مرة واحدة مرة ثانية خطوة بخطوة عشان أعمل لودنج
داتا سيت استخدمنا from keras.dataset import من set، بعدين خدنا train images train label test images test labels من داخل من داتا سيت، بعدين تعرفنا على شكلها. كان الشكل عندي 60,000 image، الداتا اللي بين ايدينا فقط 60,000. الليبلز ناخذ منها سامبل ك ترين ليبلز زي ما شفنا على الشاشة. الداتا من نوع فلوت 32، بعدين نطلع على شكل الداتا خاص بالتستنج، يحتوي على 10,000. image قولها style function len، طلع بعديك على شكل الداتا اللي بين ايدينا الاولاني 0 0 0، ثاني 1 0 0 وهكذا. هاي الداتا اللي بين ايدينا، نوع الداتا تايب فلوت 32. بعدين نبدا في عمليه البناء للنتورك. قلنا التالي from keras import model from keras import layers، الشكل اللي بدنا اياه network model sequential. وفي عندي ثلاثة، عندي two layer. layer اول بحتوي على 512 والactivation function relu والinput shape 28x28. layer الاخير يحتوي على 10 output والactivation قال لانه بالنهاية اخترنا اللي هو سوفت ماكس. وبعدين كومبايليشن للموديل باستخدام نتورك دوت كومبايل اوبتمايزر ار ام اس بروب، واللوس فانكشن استخدمنا كاتيجوري كروس تروبي، والاكيورسي اللي استخدمناها اللي هي ماتريكس اللي هي الاكيورسي. بعدين بدأنا في عملية تجهيز للداتا، ترين ايمجز ترين دوت ريشيب، غيرنا شكلها 6000 × 28 × 28، وترين ايمجز ترين ايمجز دي تايب زي ما شايفينها فلوت 32 مقسومة على 255، والتست ايمجز تست ايمجز دوت ريشيب 10000 حسب حجم الداتا سيت اللي بين ايدينا 10,028 × 28، والـ data type زي ما 100 اللي هي فلوت
بعدين نبدأ في preparing the labels from Keras util import to category. وبعدين عملنا حولنا trade labels to category وتست ليبل كاتيجورال نفذناها كنا كود كله مرة واحدة كمان مرة نكمل مع بعض. هذا نأخذ المرة الجاية إن شاء الله. بيكون ختمنا المحاضرة. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.